أهلا وسهلا فيكم بالدرس 59 بدروس تعلم اللغة الألمانية. درس اليوم رح يكون عن المبني للمجهول تايل تخاي الجزء الثالث، لأنه سبق وحكيت بالدرس 56 وبالدرس 58 عن المبني للمجهول. طبعا بالدرس 56 حكيت عن المبني للمجهول بالزمن الحاضر، وبالدرس 58 حكيت عن المبني للمجهول بالزمن الماضي البسيط داس بريتيريتوم. إذا كنتوا لسه ما شفتون للدروس فيكن ترجعوا تشوفون، لأنه إذا ما شفتون صعب شوي تفهموا هذا الدرس. رح أحكي فيه عن المبني المجهول بالماضي التام، يعني بالperfect. هلأ أول شي بدي أحكي شغلة، إنه كمعنى الماضي التام والماضي البسيط بيحملوا نفس الزمن، يعني سواء قلنا نحن الجملة تبع المبني المجهول بالماضي البسيط أو بالماضي التام فهو نفس المعنى، ولكن لازم الواحد يعرف كل شي، إنه كل الأشكال للمبني للمجهول، مشان إذا سمعون يعرف يفهمون. وإلا بالحكي الواحد بيقدر يا أما دائما يحكي بالبريتيريتوم، يا أما دائما بالبيرفكت، يا أما أنه يشكل، ما في مشكلة. أول شي خلينا نحكي عن الجملة بشكل عام بالزمان الماضي التام، كيف بيكون تركيبتها. سبق وحكيت أنه دائما الجملة بالماضي التام رح تكون مكونة أول شي من فاعل، بعدها بيجي يا أما فعل هاب ميا زين على حسب الفعل الثاني، يعني إذا في حركة رح يجي في زين، وإذا ما في حركة رح نحط فعل هاب، وطبعا الاثنين رح يكونوا مصرفين بالزمان الحاضر. بعدها رح يجي مفعول به، وبعدها باقي الجملة إذا كان في باقي جملة، وآخر شيء الفعل الثاني بالبارتسيب زوي. ناخد مثال: إيش هاب دين أبفل جيجسن. إيش هاب دين أبفل جيجسن. أنا أكلت التفاحة. هلأ إذا نحن بدنا نقول هاي الجملة بالماضي، فنحن فينا نقولها بطريقتين، يا أما الطريقة اللي تعلمناها الدرس الماضي، يعني بقول إنه التفاحة أكلت، لنفترض ده أبفل wurde gegessen، أو كمان فيني أقولها بالزمن الماضي التام، يعني بهاي الطريقة، إني أول شيء حط الفاعل اللي هو بالأصل كان عنا مفعول به، بعدين فعل زين. هون دائما بدنا نحط فعل زين، ليش؟ لأنه نحنا بدنا نحط على حسب فعل werden، يعني نحنا قلنا wurden، أما إذا wurden بدنا نخليها بالperfect فرح تأخذ الفعل زين. صحيح هو فعل werden أصبح، يعني ما فيها حركة، ولكن فيها حركة معنوية، إنه هو أصبح شيء معين، يعني انتقل من حالة لحالة. تاني شيء بده يجي عنا فعل زين مصرف بالحاضر، بعدها بيجي باقي الجملة، بعدين الفعل الأساسي اللي عنا اياه بهي الحالة هو اسن، رح يجي بالبارتسيب تسباي، وآخر شيء فعل werden رح يجي كالتالي worden، هيك رح يجي، رح تصير الجملة ده أبفل ist gegessen worden، يعني جملة ده أبفل wurde gegessen وده أبفل ist gegessen worden هي نفسها، ولكن واحدة فيهم الفعل werden مصرف بالبريتيريتوم، وواحدة الفعل werden مصرف بالperfect. ومثل ما حكيت فعل werden دائما رح ياخد الفعل sein، يعني ما رح ياخد haben، مشان هيك بنقول der Apfel ist gegessen worden. هلأ صحيح الفعل werden بالبارتسيب تسباي هو geworden، ولكن هون لازم نقول worden، يعني غلط نقول der Apfel ist gegessen geworden، منقول ده أبفل ist gegessen worden، هاي معناتها التفاحة أكلت. ناخد مثال تاني: der Arzt hat das Kind untersucht. der Arzt hat das Kind untersucht، يعني الطبيب فحص الولد، هاي كمان جملة بالماضي التام. أما بالمبني للمجهول in passive رح تصير الجملة كالتالي: das Kind ist untersucht worden. das Kind ist untersucht worden، يعني اللي أبدا ما نصعب الشكل تبع المبني المجهول بالماضي التام، لأنه نحن رح نحط الفاعل أول شيء das Kind، وبعدين بدل ما نحط worden أو wurde رح نصرف فعل werden اللي هو طبعا بالحاضر werden، رح نصرفه بالperfect، فهو رح ياخد فعل sein، مشان هيك بصير ist untersucht worden. طبعا انتو بتعرفوا انه بالperfect وقت اللي احنا بنحط فعل haben او sein الفعل الثاني رح ينتقل لنهاية الجملة، فرح تصير das Kind ist untersucht worden، يعني الطفل انفحص. das Kind
ist vom Arzt untersucht worden. يعني الطفل انفحص من قبل الطبيب. Das Kind ist vom Arzt untersucht worden. طب إذا بدنا نقول هاي الجملة بالبريتيريتوم كيف رح نقولها؟ رح نقول Das Kind wurde vom Arzt untersucht. فنحن فينا نستخدم الطريقة اللي بنياها يا يعني منقول Das Kind wurde untersucht أو Das Kind ist untersucht worden. طبعا باللغة المحكية عادة بيستخدموا perfect يعني بيقولوا Das Kind ist untersucht worden. ولكن بالكتب رح نلاقي أكثر مكتوب Das Kind مثلا wurde untersucht. مشان هيك انتو رح تسمعوا هاي الطريقة أكثر ما تسمعوا الطريقة تبع البريتيريتوم. ناخذ أمثلة تانية مثلا Der Mann hat den Vertrag unterschrieben. Der Mann hat den Vertrag unterschrieben. الرجل وقع العقد. فإذا بدي أقول العقد وقع من قبل الرجل أو العقد أول شيء وقع تم توقيعه رح أقول Der Vertrag ist unterschrieben worden. Der Vertrag ist unterschrieben worden. أو فيني كمان أقول Der Vertrag ist vom Mann unterschrieben worden. يعني بإضافة von Mann أو vom Mann. مثل ما شفنا انه الطريقة معنا كتير صعبة، حطينا الفاعل، فعل زين مسرف، وبعدين فعل unterschreiben رح تصير unterschrieben لانه لازم نحطه بالبارتسيب 2، واخر شي فعل werden منحطه worden. طيب خلينا هلأ نشوف تماما شلون رح يصير عن المبني للمجهول بوجود فعل مساعد. Imperfect mit modal verben. طبعا سبق وحكينا انه نحن وقت اللي بيكون عنا جملة بالزمن الماضي التام وبيكون فيها فعل مساعد رح نبلش بالفاعل، بعدين بيجي عنا فعل haben. ليش؟ لانه كل الافعال المساعدة رح تاخد فعل haben، فنحن رح نحط فعل haben مصرف نصرفه بالحاضر، بعدين عنا بقية الجملة وعنا الفعل الاساسي رح يصير بال انفينيتيف، واخر شيء المودال فيرب كمان بالانفينيتيف. لانه سبق وحكيت انه وقت اللي بيجي عنا زمان ماضي تام وبيجي عنا فعل مساعد، فالفعل المساعد والفعل العادي رح يصيروا بالانفينيتيف، ما رح يتصرفوا بقى بالباتسيب 2. اذا كنتوا لسه مو شايفين درس الماضي التام فبنصحكم ترجعوا تشوفوا مشان تفهموا تماما عن شو انا عم بحكي. يعني وقت اللي بدنا نقول انه الطبيب فحص الطفل رح اقول او وجب عليه فحص الطفل رح اقول Der Arzt hat das Kind untersuchen müssen. Der Arzt hat das Kind untersuchen müssen. ما بس نقول Der Arzt hat das Kind untersuchen gemusst، كونه هون müssen هو الفعل الاساسي، ما بس نحطه بالبارتيسيب 2، كونه عنا فعلين الاثنين رح يجوا بال حاضر وبالانفينيتيف يعني ما رح نصرفهم. Der Arzt hat das Kind untersuchen müssen. طيب اذا نحن هاي الجملة بدنا نحطها بالمبني للمجهول كيف رح تصير عنا؟ رح تصير كالتالي، انه اول شي رح نبلش بالمفعول به، طبعا رح يكون موقعه فاعل، بعدين رح نحط كمان haben لانه مثل ما حكيت كل الافعال المساعدة بتاخد فعل haben، بعد بقية الجملة، بعدين مثل العادة بدنا نحط الفعل اللي احنا عنا اياه ولكن بالبارتيسيب 2، وبعدين فعل werden، وبعد المودال verb اللي عنا اياه كمان بالمصدر. طبعا رح تكون الجملة طويلة شوي، هيك رح يكون شكلها Das Kind hat untersucht werden müssen. Das Kind hat untersucht werden müssen. هلا على الاغلب هي الجملة بالذات بيقولوها الناس بين بعضهم بالبريتيريتوم لانه بتصير اسهل للحكي. يعني لو انه مثلا انا بدي اقول انه الطفل كان لازم انه ينفحص فرح نقول Das Kind musste untersucht werden. الجملة رح تصير اقصر، فهي musste هي الوحيدة اللي رح تتغير. ليش؟ لانه Das Kind بقيت مثل ما هي، untersucht بقيت مثل ما هي، werden بقيت مثل ما هي، ولكن musste اذا بدنا نحطها نحن بال perfect رح تصير hat، وهون رح نحطها müssen بنهاية الجملة لأنه إجا عنا فعلين اللي هنن werden و müssen بيجوا الاثنين بالإنفينيتيف. إذن يا منقول Das Kind musste untersucht werden أو Das Kind hat untersucht werden müssen.
هلا اكيد رح تلاقوا شوي صعوبه بهي الفقره لانه هي فعلا معقده شوي، بس مثل ما حكيت لكم فيكم هي بالذات انه المبني المجهول اللي بقلبه فعل مساعد فيكم تقولوا بالبريتيرتوم، او فينا نقول داس كيند هات فوم ارست انتزوخت فادن müssen. جمله ثانيه هات دي تير نيشت شليسن دورفن. Er hat die Tür nicht schließen dürfen. إنه هو لم يكن مسموح له إغلاق الباب. Er hat die Tür nicht schließen dürfen. هذول الفعلين إجوا بالمصدر كونه عنا فعلين وطبعا واحد من نون مودال فيرب. هلا بقى بالمبني المجهول شلون رح تصير؟ Die Tür hat nicht geschlossen werden dürfen. فقط فعل schließen هو اللي رح نحطه بالبارتيسيب 2، أما werden و dürfen رح نحطهم آخر شيء وبالمصدر. ليش حطينا هون آخر شيء dürfen؟ لأنه هو الفعل الأساسي اللي نحن صرفناه مع فعل haben. Die Tür hat nicht geschlossen werden dürfen. كمان فينا نشوف أمثلة. Das Buch hat gelesen werden müssen. يعني الكتاب كان لازم انه ينقرأ. طبعا هاي الجملة كمان فينا نقولها بالشكل التالي Das Buch musste gelesen werden. هاي بالزمان الماضي البسيط وطبعا على اسمه ماضي بسيط، يعني هو تركيبته كانت بسيطة، اما هذا الماضي التام ففي شوية تعقيدات انه فقط فعل müssen لازم نحطه بآخر الجملة ونحط محله فعل hat لأنه هو بالزمان الماضي التام. Das Buch hat gelesen werden müssen. Hier hat es geraucht werden dürfen. إنه هون كان مسموح التدخين. Die Männer haben getötet werden können. يعني الرجال كان ممكن إنه ينقتلوا. طبعا هذا الزمان يعني الزمن الماضي التام شفنا انه هو شوي معقد مع المبني المجهول، مشان هيك الواحد لازم يشوف هذا الدرس اكثر من مره، لازم يتدرب ويحل تمارين كتير مشان يقدر يتقن هذا الزمان تماما. درسنا انتهى لليوم، بتمنى انه يكون فاتكم قدر الامكان، بتمنى لكم نهار سعيد. بس تو نيكست مال وتشوز.